نعمل فيلم اسمه عادل مش عادل، فيلم كوميدي بطولة أحمد الفيشاوي وشيري عادل ومحمود البزاوي ومحمد رضوان ودينا وبدرية طلبة وأوتاكا، ومعانا مفاجأة المرة دي بقى نوال المطربة فأغنية اللي هي كانت عاملة أغنية مخصمك اللي مكسرة الدنيا، بتمثل وبتغني لأول يعني أول مرة تمثل. فيش تحديات الحمد لله، وزي اي مشروع الواحد بيشتغل عليه وبيجتهد وبيحاول يطلع احسن حاجه وبيحاول يعمل حاجه كويسه عشان يرضي الجمهور ويرضي الناس ويا رب يعجبهم يا رب. بشكل عام برضو يعني كان في صعوبات مثلا في الكواليس، او مثلا كان في ستايلس مثلا لوك معين اخدته في وقت، حاجات زي كده يعني؟ اكيد. بص اي لوكيشن طبعا بيبقى فيه صعوبات، بيبقى فيه طبعا على حسب المشهد عامل ازاي، الشغل كم المشهد، كم المشاهد اللي بتعمل في اليوم، اللوكيشنات كل حاجه لازم يعني هيقابلنا. في ايام بتبقى بسيطه وفي ايام بتبقى تقيله، اي تصوير في كده وفي كده. طبعا التحضيرات بداتوا من امتى للفيلم؟ وكنت بكلم حضرتك كمان يعني اللوك الفيشاوي شفنا في الكواليس كان الوشم متشال من عليه، فده برضو اكيد بياخد وقت كبير يعني في التصوير. اكيد يعني على حسب الدور، في ادوار ينفع فيها يبان فيه الوشم وفي ادوار لا، بس هنا الموضوع لا هنا ما كانش ينفع، فكنا طبعا بنضطر ان احنا نشيل الوشم. بياخد مننا وقت، اه بياخد مننا وقت، بس كانت حاجه مهمه وضروريه يعني. التحضيرات مثلا ابتدينا عشان نجهز بس ونختار الفيلم او الفكره من شهر 4 تقريبا، ابتدينا ننفذ ونقوم الفيلم في شهر 7، التصوير الفعلي كان في شهر 9، خلصنا في شهر 10 واحنا في مرحله تقفيل الفيلم كمنتجين يعني. الله بالتوفيق والنجاح يا رب، والفيلم ان شاء الله يحقق نجاح. يا رب يا رب، اتمنى ان شاء الله.